ينضم إلينا أيضا النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا بحضرتك في هذا اليوم المهم جدا في تاريخ مصر، بداية الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل في كل محافظات جمهورية مصر العربية لاختيار قائد وزعيم مصر رئيس جمهورية مصر العربية. أهلا بحضرتك، ويعني في البداية من خلال متابعتك للمشهد الانتخابي وذلك في الدقائق الأولى من يعني فتح صناديق الاقتراع لأبوابها. بالخير يا أستاذ ريهام. أهلا بحضرتك، اتفضل. أهلا وسهلا. يعني أنا الآن يا أستاذ ريهام متواجد في لجان المعهد الديني بساحل طحطة ومدرسة ساحل طحطة الابتدائية محافظة سوهاج. يعني ما أشاهده من حشود كبيرة من الجماهير ومن المواطنين التي استطت أمام يعني اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر قبل أن تفتح اللجان الانتخابية أبوابها لإدلاء أصواتهم للمشاركة في الانتخابات الديمقراطية. ما نشاهده اليوم هو مشهد ديمقراطي، مشهد تاريخي. لدينا أربع مرشحين من مختلف الأحزاب السياسية يمثلوا اليمين واليسار والوسط ومستقلين. لدينا المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ويمثل اليسار، المرشح الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يعني مستقل واعلن دعمه ليه حوالي 60 حزب وتكتل وائتلاف. ما نشاهده اليوم يعني مشهد مفرح، الجميع يعني اصر على الحضور للجان الانتخابيه منذ الصباح الباكر، اصر على المشاركه. الشعب المصري لديه وعي كبير، يرى ان المشاركه في الانتخابات الرئاسيه هي استحقاق دستوري له يدخله الدستور وهو اهم الاستحقاقات الدستوريه. ايضا هذا يعني حق وواجب وطني على المواطنين جميعا، عليهم ان يخرجوا لصناديق الانتخاب لاختيار المرشح الرئاسي الخاص بهم. يعني دي عمليه مهمه جدا ان كله حريص على اختيار الرئيس الذي سيتولى حكم مصر خلال ولايه قادمه. هي رساله الشعب المصري حريص كله اليوم على ارسال رساله للعالم كله بحرص الشعب المصري على دولته، على وحده دولته، على تماسك الدوله المصريه، يعني اجواب اي دعوات من اي جماعات خارجيه وجماعات محظوره. ان شاء الله يعني ستكون نسب التصويت يعني نسبه لما اراه يعني اعتقد ان نسب التصويت ستكون عاليه جدا، لان المشاركه عاليه جدا واكثر من ما هو متوقع. يعني عايز اقول لحضرتك يا استاذ ريهام اعداد كبيره جدا امام اللجان الانتخابيه في كل الصناديق الانتخابيه. ما شاهده اليوم في مدينه طحط بمحافظه سوهاج يعني شيء مفرح وشيء يدل على وعي الشعب المصري وعلى تماسكه وعلى وحدته وعلى حرصه على يعني على دولته المصريه وارسال رساله للعالم كله. يعني الدولة المصرية دولة مستقرة، لابد أن يعبر الشعب المصري أن هناك استقرار سياسي، استقرار أمني، أن الأوضاع مستقرة وأن الشعب الوطني الشعب المصري جميعا بكل فئاته وكل طوائفه حريص على المشاركة في العملية الانتخابية. نائب مصطفى سالم، يعني حضرتك بتذكر ان في توافد من خلال وجودك طبعا في احد اللجان الانتخابيه، انه في توافد كبير من المواطنين، والحقيقه طبعا احنا شايفين كمان على الهواء مباشره ومن مختلف اللجان الانتخابيه في مختلف محافظات الجمهوريه انه في توافد كبير من مختلف فئات المجتمع المصري. يعني في اللجان الانتخابيه واحنا طبعا دلوقتي سامعين ان في هتافات تحيا مصر في اللجان الانتخابيه. يا استاذ ريهام حضرتك سامعه بنفسك الهتافات الموجوده داخل احدى اللجان الانتخابيه بمدينه صحت السؤال. النائب مصطفى سالم، عايزه حضرتك توصف لي بالنسبه لتوافد طبعا يعني المواطنين، هل في تنوع في الـ يعني الفئات المجتمع المصري؟ يعني المراه بتشارك، الشباب، كبار السن، ذوي الهمم، لسيدات مصطفى، سيدات من محافظات الصعيد يعني مصطفى امام اللجان الانتخابيه، الشباب يشارك، الشيوخ، كبار السن، كل الفئات وكل الطوائف، يعني كل الشعب المصري بكل طوائفه، الطرق الصوفيه، يعني كل المواطنين المصريين مصطفين امام اللجان الانتخابيه. وده مشهد معبر جدا عن ان كل الشعب المصري بكل طوائفه وبكل فئاته حريص على المشاركه وعلى انجاح العمليه الانتخابيه.
نائب مصطفى سالم، إلى أي مدى بتجد أنه المشهد الديمقراطي والحضاري اللي إحنا شفناه في الخارج انعكس أيضا على الداخل من خلال هذه المشاركة الكبيرة من قبل مختلف فئات المجتمع المصري، وكذلك أيضا بشكل يتسم بمشهد حضاري وبمشهد ديمقراطي؟ يعني في نظام في اللجان الانتخابية، في نظام في الإدلاء لكل مواطن مصري بصوته في لجان الاقتراع. حضرتك يا ريت توصف لنا هذا المشهد. يعني الإقبال المصريين على السفارات الخارج يوم 1 و2 و3 ديسمبر كان رسالة قوية لكل دول العالم، ورسالة أيضا شجعت الشعب المصري في الداخل أن الكل حريص على المشاركة. ما نشهده يا أستاذ ريهام مشهد ديمقراطي، مشهد تاريخي، حيادية تامة من قبل الأجهزة في الدولة وقبل مؤسسات الدولة، يقف على جميع على خطوة واحدة من جميع المرشحين. ما نشاهده هو مشهد ديمقراطي حقيقي للانتخابات ولاستحقاق الدستور المهم في مصر. نعم. نائب مصطفى سالم، حضرتك يا فندم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتأكيد هناك تحديات كثيرة جدا سوف يعني يواجهها الرئيس القادم، ومن أبرز هذه التحديات خاصة التحديات الداخلية هي التحديات الاقتصادية. من وجهة نظرك من خلال الفترة القادمة، ما هو المأمول من الرئيس القادم لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية؟ يعني التداعيات والأوضاع العالمية يا أستاذ ريهام، احنا العالم كله مر بعدة أزمات، أزمة فيروس كورونا، نسب التضخم العالمي، الحرب الروسية الأوكرانية، ما يحدث في غزة، جميع الأوضاع الغير مستقرة يعني حول مصر سواء كانت إقليمية أو دولية، ده طبعا بيأثر بشكل مباشر على الأوضاع السياسية وبالتالي على الأوضاع الاقتصادية. ده أثر على ارتفاع تكلفة سلاسل الشحن، ارتفاع يعني أسعار النفط، المواد الغذائية، يعني معدل سعر الفايدة، وده بينعكس بشكل مباشر وشكل غير مباشر على الاقتراض. كل هذه الأوضاع أثرت على الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المالية على مستوى العالم، ومصر جزء من العالم. نحن جزء من العالم ومرتبطين بالعالم، كل جزء لا يتجزأ من العالم، فده طبعا كان يعني له تأثير بالتأكيد على الداخل المصري. برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولاياته السابقة، يعني ده عايزين نقول ان ده نفعنا جدا، وده نفع الدولة المصرية في ان هي تواجه الأزمات المتتالية سواء كانت أزمة كورونا أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أو معدلات التضخم. لكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يا أستاذة ريهام، يعني من ضمن أسباب مشاركتي واختياري للمرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني ما شهدته مصر من مشروعات مبادرة حياة كريمة. احنا في الصعيد 68% من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بنسبة 237 مليار جنيه تم يعني توجيهها لمحافظات الصعيد، هذا رقم كبير جدا. الدولة المصرية أيضا كانت لها إنجازات، مبادرة تكافل وكرامة استفاد منها حوالي 5 مليون أسرة، وإحنا السنة دي بصفة وكيل لجنة الخطة والموازنة يعني تكلفة تكافل وكرامة في موازنة العام الحالي 31 مليار جنيه، المبادرات الصحية مبادرة فيروس سي، مبادرة 100 مليون صحة، المشروعات التنموية التي نشاهدها يعني تقوم بها الدولة المصرية في كل محافظات مصر وفي كل يعني ده بيتطلب تكلفة عالية، وده تحدي كبير ان احنا يكون هناك يعني أزمة على مستوى العالم وأزمة مالية وأزمة اقتصادية، وفي نفس الوقت ان المشروعات القومية تستمر دون توقف، لان لو توقفت المشروعات القومية ده بيترتب عليه طبعا ركود اقتصادي وخلق نوع من البطالة، فده تحدي كبير بتوجه الدولة المصرية وهيواجهه الرئيس الذي سيتولى الرئاسة القادمة، ان هو ازاي يحافظ على التوازن ما بين استمرار المشروعات القومية والانجاز فيها وما بين الاوضاع الاقتصادية والتحديات الاقتصادية الحالية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على هذه المشاركة.